مساء الخير وأهلا وسهلا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج مسرح الجريمة. قضية اليوم قضية حيرت المحققين، واحدة من قضايا الإرهاب اللي كتختلف على باقي القضايا اللي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة. الزمان 13 غشت 2007، المكان حي الهديم في مكناس. هشام شاب في مقتبل العمر، متزوج، عنده شقة، خدام مزيان، ورغم ذلك حاول أنه يفجر نفسه قرب حافلة السياح. شكون هو هشام؟ أشنا هو المسار الإيديولوجي دياله؟ هي أسئلة أخرى نجيب عنها الليلة ضمن برنامج مسرح الجريمة. مدينة مكناس مدينة هادئة وجميلة، وناسها طيبين وعايشين هانيين، لكن في 13 غشت 2007 تهزت على وقع جريمة إرهابية غامضة، جريمة كان بطلها غير عادي. مهندس دولة قرر أنه يفجر راسه داخل حافلة للسياح في ساحة الهديم. أشنو قصة هذا المهندس؟ وكيفاش وشنو وقع ذاك النهار؟ ولمناقشة هذه القضية نستضيف الأستاذة عبد الله بوسكري، محامية بهيئة مكناس. أستاذة مساء الخير. مساء النور. بداية نود يعني نطلع يعني على وقائع قضية تفجير أو محاولة تفجير هشام لنفسه قرب حافلة السياح في مكناس سنة 2007. وقائع القضية تفضلي. وقائع القضية بصورة مختصرة هو أن الجاني كان قد عزم على تنفيذ العملية الإرهابية و أنجزها بطريقة نتيجة واحد التأثير مباشر صدر عنه. مثلا نلاحظ بأن في إطار القضية المعروضة أمامنا نجد بأنه تبنى أفكار السلفية الجهادية وبعض التسجيلات المرئية التي تعرض العمليات الجهادية التي ينفذها أتباع القاعدة. كان الجاني يتتبع عن قرب وكان لها تأثير مباشر على نفسيته. بدأ يفكر، مثلا كان يفكر كموقع للتفجير مراكز الأمن باعتبار أنهم كان يشكلون بالنسبة له طاغوت. كان يفكر أيضا أن يصيب المراكز التي يتواجد فيها الأجانب وكذلك كل أماكن التي يتواجد فيها السياح. بدأ يفكر في التنفيذ هذه العملية. هشام العملية التي قام بها كانت قد كما يقال انقلب السحر على الساحر، بحيث أنه عندما قام بالعملية التفجيرية أدى ذلك إلى الإضرار بنفسه بحيث تم بتر يده، وهذا هذه النتيجة هي في عندما يتعلق الأمر بالعمليات الإرهابية فدائما تكون النتيجة هو الإضرار بالغير، في حين أن في القضية المعروضة أمامنا أن الضرر أصيب به هشام أكثر ما أصيب به الغير. هشام كان شاب عادي ترعرع وسط أسرة متوسطة، زاد في مدينة توريرت وقرا وكبر في مكناس، تخرج مهندس دولة. زاد في توريرت دري قرا وقرا ونجح وكان دري مزيان في القرايه ديالو وحصل على البكالوريا من بعد حصل على الليسانس ديالو. عائله متوسطه، عائله بسيطه، واستطاع باش يلتحق بالمدرسه الوطنيه للمهندسين طنجه. نعم، باش يتخرج مهندس. وفعلا في طنجه بقى تيمارس القرايه ديالو تما، وكان شخص في حياته الخاصه في حياته الاجتماعيه الخاصه كان شخص منزوي، كان مسؤول بوحده، ما عنده صحابه، تيقوم الصلاة ديالو، تعيش عيشة ديال واحد الفرد اللي هو محترم كما نقولوا، ما عندوش شي خطايا باينه ولا شي غرائز باينه ولا شي حاجه. نعم، بقى له هذاك الحال في المدرسه. من بعد تعرف بواحد الشخص اللي هو توا من الناس اللي هما ديال نفس المدرسه، توما طلبه او متدربين،
وتعرف معاه، وهذاك الولد كان متدين، إلا بغينا نقولوا متدينين، اللي هو رجل ديال الدين وكذا والحياة وهذا وهذا وهذا. كان كينتمي للجماعة؟ كان كينتمي للجماعة ديال العدل والإحسان. وبقات يتحدث لي على هذه الجماعة، وبقات يجرو باش يدخل مع الجماعة، ونجح باش يدخلوا. وهنا هشام اللي هو موضوع ديال القضية ديالنا، ولا من الجماعة ديال العدل والإحسان، ولا من واحد المجموعة ديالهم اللي هي كأسرة مسمينها الأسرة، فيها طلبة، فيها موظفين، فيها كذا، فيها كذا. وبقى معهم، بقى معهم واحد المدة تقريبا عامين هو معهم، تيمشي شغلو، تيمشي خدمته، ولكن تيحضر الاجتماعات ديالهم، تيحضر الندوات ديالهم، تيحضر الدروس ديالهم، ولكن داكشي اللي كان في راسو ما لقاش في ديك الجماعة. الحمد لله، شوية الحمد لله. مع الوقت مع الوقت تحسن هذيك الجلسات جميلة. وأنا كذلك أخي هشام. هشام ما لقاش داكشي اللي بغى في جماعة العدل والإحسان، كان تالف وما عارفش شنو باغي، واختار حياة التشدد والتزمت. من عندك أخي فقاش نتشوفو إن شاء الله بعد صلاة العشاء إن شاء الله. أنا عرض عليك إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة نتلاقاو إن شاء الله في المكان المناسب المهم كنتلاقاو فيه. صافي أخي أنا معك أخويا، دوز عندي تانا، أنا باغي نموت تانا. بغا إن شاء الله. ما بك أخي يا هشام؟ حلمي أنا نمشي نجاهد في سبيل الله. أنا ما نجاهد حتى داك الخدمة حرام، وبإذن السميع العليم أنني غنوصل الهدف ديالي. وحيد من ديك الجماعة، ولكن الغريب أنه وحيد من ديك الجماعة ما مشاش لجماعة أخرى، لا مشى للخمر والفساد والبغاء، ونعرف واحد الحلاف ديال 360 دوغري كما تنقولوا، يعني وجه اخر، وجه اخر ديال السيد. اذا غريب الاطوار هذا السيد هذا، اليوم متدين ودريتي شغل مستقبل وغيكون مهندس دوله، ومشى مع واحد الجماعه نقولوا ما كاين باس الدين جروا لديك الجماعه، او داك السيد استطاع باش يقنعوا باش يدخل مع الجماعه، ولكن بين صباح وعشيه ينخرج من ديك الجماعه ويقطع الصلاه ويقطع كاع ما كان تيدي اللي هو من صفة الحميدة، والتجأ الشراب والفساد، ولا محترف داكشي هذاك. من بعد فترة من التشدد والالتزام تقلب ولا شاب آخر، شاب كيحب الحياة واللهو والخمر والبنات. هشام مكتر، هشام داك الشاب اللي يعني عادي، يعني ما تبانش عليه شي حاجه يعني مغايره على باقي الشباب ديال الحي، يعني كان شاب تيضحك تيلعب تيهضر تيدير اي حاجه عاديه، غير هو كان يعني انطوائي، كان تحس به وحداني، تحس به منعزل، تحس به مزير بوحدو مع ذاته، ولكن كباقي الشباب. وحنا بصراحه تفاجئنا، تفاجئ على الحي ولا الحومه ولا الناس ولا المدينه كامله على هذا الفعل هذا اللي دار هذا الشاب هذا، وما فهمنا حتى شي حاجه. في الاول هشام كان انسان عادي، ولكن من بعد بدينا نلاحظوا عليه تغيرات، بدا ينعزل بوحدو، بدا يلتزم، بدا يلبس القميصه، تيمسك الزر، ولا تيزيد ينعزل بوحدو، مع انه كان شاب يعني جميع احياء يعني ولاد الشعر ولاد الحومه ولا ولاد الدرب كانوا تيتمنوا يكونوا في المكان ديال هشام، يعني شاب مثقف عنده عمل قار وعمل مزيان. قبل الحادثه كان خدا سياره فخمه جديده دوبل في، كان في استعداد انه يتزوج، خطب وكان على يعني حفظ الزمن ديالو قريب يتزوج. ما فهمنا حنا حتى شي حاجه، يعني كان في الاول عادي، تغير واحد التغيير مفاجئ، واحد التغيير 100% في البلاصه، ما فهمنا حتى شي حاجه. إذا تخرج من بعد التخرج ديالو، تخرج مشى للرباط، مشى للرباط ماشي تعين في الرباط، ولكن مشى للرباط باش يدير واحد التدريب مديرية ديال الضرائب ديال 8 شهور. كمل ديك 8 شهور في الرباط مديرية الضرائب، وتعين إطار مديرية الضرائب مكناس. إطار أنا تنقولوا إطار راجل اللي مهندس دولة، تخرج مهندس دولة ومشى يخدم مع الدولة، وعينته في مكناس، ومكناس قريبه ليه العائلة اللي في مخميسات، وكان تيشد واحد المبلغ محترم اللي هو تقريبا 12000 درهم. حنا هذا بغض النظر، هذا دو باز، غير المبلغ الاساسي ديالو وزياده على
الاكراميات اللي تاخذوا زيد على لي ديبلاسمون اللي تاخذ زيدنا على الراجل كان تيشد مبلغ مهم اللي استطاع باش يدير طوموبيل ديالو وشراها وبقى ساكن مع اختهم كناس واحد المده ومن بعد رحل ودار الدار. هشام كان في الاول عايش حياه عاديه، مهندس دوله بمصلحه الضرائب في مكناس، متزوج عنده شقه وزوجه وكل مواصفات الحياه السعيده. إذا القصة ديال المهندس هشام تبدأ من سنة 2002 حين التحق ببلدية الفندق واشتغل بها كمهندس على اعتبار أنه من خريج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية. إذا أثناء اشتغال هشام بهذه البلدية كان يتجول بعض المرات بداخل المدينة، في بعض أحيانا كان يزور المعبر الحلي السبتة، فكان يشاهد بعض المشاهد أو كان يلحظ بعض المشاهد اللي هي كانت تتأثر فيه بواحد الشكل كبير، حين كان يرى المغاربة الذين كانوا يعبرون باب السبتة الحدودي، فكانت يلقى واحد المعاملة اللي هي معاملة اللي هي مهينة، وخلاته تيربط هذاك الحدث بالأحداث اللي تتوقع الفلسطينيين أثناء عبور الحدود الإسرائيلية. وبالتالي هنا هشام تولد عنده واحد الحقد دفين للأجانب، وهو نفسه الحقد الذي كان يكنه للإسرائيليين. طبعا هنا بدأت تتشبع لدى هشام واحد نزعة انتقامية من هؤلاء، وبالتالي جات من بعد 2002 جات الأحداث اللي كانت وقعت بالضبط في 2003 حين اهتزت مدينة الرياض على وقع العملية الإرهابية التي قام بها الجناح التابع لتنظيم القاعدة. فكنت يتبع هذه الأحداث من خلال القنوات الإخبارية، أيضا من خلال بعض الجرائد اللي هي جرائد الشرق الأوسط، من خلال التحليلات ديال الكتاب اللي كانت تقول على ان منفذي هذه العمليه كانوا متشبعين بافكار السلفيه الجهاديه لبعض الشيوخ. فولج هو المواقع الانترنت تيبحث على الكتب ديال هاد الشيوخ باش يعرف يعني كيفاش ان هاد الشيوخ اثروا في هاد الشباب. بعد ما قرا الكتب ديالهم اصبح هو يعني انا اصبح هو من المتشبعين بهذه الافكار هذه، بحيث انها سيطرت على العقل ديالو كما يعني كما يسيطر السحر على صاحبه، وبالتالي اصبح يعيش في واحد البوتقه اللي ما استطاعش يخرج منها وهو الفكر السلفي الجهادي. إذن فين كاين نقطة التحول ديال هذا الشخص هذا؟ التحول اللي وقع عليه أنه في 2003 وقعت واحد العمل إرهابي في المملكة العربية السعودية في الرياض. لما وقع هذيك العملية نقولوا نجحت الإرهابيين وفرقعوا شي مؤسسة ما في السعودية، وبقات السلطات السعودية تتقلب على دوك المجرمين تشدتهم، ودات واحد البلاغ بانه هاد المجرمين اللي داروا هاد الجريمه هذه هاد الجريمه الارهابيه فانهم اناس اللي هما متاثرين بالسلفيه الجهاديه في السعوديه، وبانهم متاثرين بواحد الشيخ من شيوخ ديال السلفيه الجهاديه اللي هو اردني الجنسيه بلا ما نذكر الاسم ديالو، وعطات توضيحات على حسب الميولات ديال دوك الارهابيين الميولات ديالهم. هنا صاحبنا هشام جراتو هذا الارهاب اللي وقع. اذا تحول اخر في حياته، تحول اخر، رجعت يبحث شكون هو هذا الشيخ الاردني اللي متاثرين عليه دوك الارهابيين اللي داروا العمليه في الرياض. بدا تيقلب على الكتب ديالو وتيقلب على كتب اخرين اللي هما تيسيروا نفس المنهج ديال السلفيه الجهاديه اللي هما كثر،
بقى تاخذ سيديات دي سيدي اللي هما فيهم اعمال ارهابيه وقعت اما في افغانستان او كذا او كذا او كذا او كذا او كذا. السيد ولا تتشحن وتزيد تشحن وتزيد تشحن حتى قرر وقرر باش يكون حتى يقوم بعمليه جهاديه يقوم بعمليه جهاديه. حتى انه كان عنده واحد العلاقه مع واحد الصديق ديالو اللي كان تيقول لي الاسرار ديالو كامله. هذا الصديق ديالو حتى هو تورط معاه واتعتقل حتى هو حسين. نعم. وهذا السيد قال لي واحد المره قال لي هو خصنا تبني درت شي حاجه تبنى على القاعده. قال لي لا ما غتبنى حتى شي واحد وما بغى يتبنى حتى شي جهه بغى يديرها بوحدو يكون فيها بوحدو ويقوم بعمل جهادي حسب ما جاء في المحضر ديالو. بغى يدير واحد العمل غيدخلوا للجنه. نضرب على المرة اللي تزوجها وهي بنت خالته زوجها مابقاش يفكر فيها ما فكر في الولاد اللي غادي يتبنى منها واللي غادي يكونوا منها ما بقى يفكر في الخدمة ديالو اللي هو تيتخلص فيها واحد المبلغ راه مهندس دولة. نضرب على المستقبل ديالو اللي كان تيبنيه كان تيبنيه ما صوب دارو صوب فراش ديال دارو. هشام كان مزوج بفتاة بنت خالته تزوج عن حب البناء حياة سعيدة لكن فجأة بدأت كتبان عليه علامة تغيير من شاب عادي مقبل على الحياة المتشنج ومتزمت. انا لا ما غنساليوش واش دابا عجبك هاد الحالة هشام؟ النهار اللي خديتيني خديتيني هكا. الله يخليك الله يخليك امي الله يخليك. حاولي تفهمي. انت حاول تفهمني انا ماشي فاش راسك داك الباب. عندنا المجتمع عندنا شي حاجة دين 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 ديالنا خصنا نحافظوا عليه. واخا هشام حنا كيجمعنا بيت واحد كيجمعنا زواج نحافظوا على الزواج ديالنا نحافظوا على بيتنا نكونوا في أسرة محافظة نكبروا وليداتنا في طاعة الله. يعني أستاذ لدينا هنا يعني شاب تبنى أفكار السلفية الجهادية لكن السؤال ديالي شنو هي المراحل اللي قطعها لتنفيذ مشروع ديالو الإرهابي؟ نعم بالنسبة للجاني في هذه القضية هو بدأ في تصنيع المتفجرات. نعم هذه تصنيع هذه المتفجرات كان عن طريق اللجوء إلى مواقع هذه المواقع الخاصة بتصنيع المتفجرات TATP فاقتنى المواد الكيماوية المتعلقة بهذا المتفجر وأخبر هشام صديقه بعزمه على تنفيذ هذه العملية الاستشهادية. إلا أن صديقه نصحه بأن يقوم بهذه العملية في إطار تنظيم محكم فقال له يجب أن يتم ذلك في إطار القاعدة. لماذا القاعدة؟ ليكون لها تأثير مباشر على المجتمع. لكن هشام رفض. طبعا هشام رفض لم يقم بهذا العمل بمعية أشخاص آخرين وإنما قام بعملية التنفيذ بصفة منفردة. يعني هذا يزكي بلغ الداخلي آنذاك حينما قالت على أن الحادث هو حادث معزول. حادث معزول وحتى محضر الضابطة القضائية الوقائع المستطرة فيه وحتى التحقيق سواء التمهيدي أو التفصيلي أمام السيد قاضي التحقيق كان هشام يردد نفس الواقعة بأن هذا العمل هو قام به عمل معزول وبصفة انفرادية. المشرع يتحدث في إطار مقتضيات المادة 318 وما يليها على أن كل عمل وكل إعداد لارتكاب أعمال إرهابية يندرج في إطار مشروع جماعي أو فردي. هنا تحضر الفردانية بقوة على اعتبار أن هذا الشخص كان ربما لنرجسيته ولأنانيته المفرطة يريد أن يقوم بعمل استشهادي فردي ولكن بالقوة التي سوف تجعل له وقح على مستوى الرأي العام من خلال أولا حصد عدد كبير من الضحايا وثانيا استهداف فئة معينة وهي السياح أو الأجانب بصفة عامة على اعتبار أنه كان ينظر لهذه الفئة على أنها فئة كافرة نصرانية يجب محاربتها والجهاد فيها حسب معتقده وحسب ذلك الاقتناع الذي تولد عنه من خلال تأثره بالفكر السلفي الجهادي.
لما قرروا عزمي ينفذ العمل ديالو الإرهابي بدا كيقلب على المكان المناسب لتنفيذ المشروع ديالو، المكان اللي يمكن يستهدف فيه السياح بشكل كثير. إذا أصبح الحلم ديالو هو الشهادة. الحلم ديالو أنا ما نسميوهاش هي الشهادة. بالنسبة لي هو. بالنسبة لي هو غادي يشتي شهادة. الشهادة ماشي هذيك. يقول هو الشهادة، أنا تنقولوا بقى الفكرة ديالو هو يقوم بعمل ما يسمي بعمل جهادية، أي أنه يتفرقع في شي جهة ويقتل الناس كذا اللي غيسميهم كفار. الناس غيسميهم كفار. بدا تيقلب على المواد ديال اللي غيفجر بهم. لمدة سنتين تقريبا هو تيقلب على المواد. لمدة سنتين هو تيطلع للرباط وهبط لمراكش وهبط لفاس وهبط هنا، جيب هادي تتفرقع هادي ما تتفرقع شيء، هادي إلا درناها مع ليصاص تدير هادي، هو خدام وتيسطو يقلب في ليسيت، تيقلب الحمد لله ديك ليسيت ما تيعطيوش شيء، القنبلة كاملة إما تيعطيوها فيها نص ما تيعطيوها شيء ما كذا ما كذا، هو تيقلب تيقلب وتيدير تجاري. وخا أنه جوج بنت خالته جابها معاه هنوك ناس، ولا بنت خالته مخبي لها داكشي في الدار، داك الماتيريال ديالو، داك المطفجر ديالو مخبي لهم في الدار في واحد المكان مع المشعل هي، وتيشدها تيدير عند الدار من الخميسات او عند دار والدي في الخميسات، تيبقى بوحدو في الدار تيبقى تيولي الدار لابوراتوار، الدار تيولي المختبر لما مراته تتمشي، وتيقعد وتيصاب حتى لواحد المره في 2007 ويتنجح عليه العمليه، دار واحد المتفرقعات صغار ودار في واحد المرحاض ديال الدار ديالو وتفرقعوا الجيران اشكون ما شكون، ستر القضيه لا غير هادي لا غير كذا لا غير واحد، هادي كانت عندي واحد الضو واحد كذا، وستر القضيه ونجح وفرح. اذا قرر يصوب قنبله. قرر يصوب قنبله. هنا صوب القنبله ديالو، حنا ما نقولوش قنبله، قنبله تقليديه بوتاغاز، والبوتاغاز ندير فيها ليسانس، وليسانس لما غنشعل القيده غتشعل البوتاغاز، غندير الدور بها سامر سامر، وغادي تقليديه ماشي شي قنبله اللي هي مثلا اللي هي كان اللي تنعرفوا حنايا قنابل معمول بها ولا معترف بها. صوب القنبله ديالو نعم. الان هي القنبله جاهزه، بقات الخطوه المواليه هو كيفاش كان كيفكر انه فين غادي يفجر هذه القنبله. لما صوب القنبله ديالو بقى تفكر من الاولى، فكر حسب التصريح ديالو جا في المحضر ديالو، فكر باش يشوف شي مؤسسات امنيه كوميساريه كذا 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 كذا. اذا كان بالاهداف ديالو الاهداف ديالو استهداف الناس الامنيه. والغريب الغريب ان بعض الارهابيين ديما تيفكروا هذه الفكره هذه، تيفكروا يبداو بالناس ديال الامن، الناس ديال الامن باش توقع مشكله في البلاد، باش مشكله تورث عليها مشكله تنوض الفوضى وتنوض كذا وتنوض كذا وتنوض كذا. هذيك الفكره دابا باش يدور المؤسسه الامنيه ما شافها ما مخرجاش، وشاف الحمد لله اليوم جميع المفوضيات ديال الشرطه والولايات ديال الامن كلهم محصنين، عرف راسو المهمه ما تنجحش ليه. بقى تيفكر في مؤسسه اجنبيه، تيقول نطلع للرباط ونشوف شي سفاره ونشوف هذا ونشوف هذا ونشوف هذا، وكان تيمشي وتيدور وتيشوف وتيقلب، ولكن فيما مشى تلقى ما عنده منين يدوز، ما عنده منين يدوز، ما عنده كيفاش يدير، باش يدخل القنصليه ولا السفاره ماشي باش يسهل عليه باش يديرها، او قيس شي الناس ديال الهيئه الدبلوماسيه ولا كذا ماشي سهل عليه. هنا رجع المكناس وطاحت عليه الفكره باش يفجر واحد المقهى من المقاهي الكبيره ديال المكناس اللي تيجيو من السياح، وبقى تتردد عليها وتيدرس خطه وتيدرس البلان، تيشوف كي دخلت غادي ندخل من هنا ونفرقع من هنا وندير من هنا، نهار فلان تكون عامره هذه خاويه تيجيو التوريس، لا المغاربه تيجيو بزاف اكثر من التوريس، لا نهار فلان فين تيكون فيها غير. وفي الاخر من جد تيفكر تيقول انا غنجي وغنجيب واحد الساكاد وغندخل هنايا وغادي هذه اللعبه مابقاتش واكله عند الارهابيين، يدخل بالساكاد مابقاتش واكله، غادي نحصل وغادي نتشد.
وكان تيمشي لديك القهوة تيمشي لها وتيدوز على الهديم ساعات الهديم ديال المكناس. لما جات ساعات الهديم واش كان تلاحظ الكيران ديال التوريز ديال السواح واقفين هنا بقى تيقول اجي علاش ما نضربش انا هاد السواح والساحة كانت مفتوحة يعني وهاد النصارى والكفارة وهاد النصارى كذا وكذا 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 وكذا. انا فكر باش يضرب السياح اللي تيجيو ساحة مفتوحة وكبيرة وكيران كل جهة. إذا قرر أنه يستهدف حافلة سياح في ساحة الهديم. كان كيجي لساحة الهديم وبالضبط حدا باب منصور التاريخي وكيبقى مقابل الكيران ديال السياح باش يضبط عقارب ساعة الغدر على اللحظة والوقت المناسبين. طبعا إذا أردنا أن نقف عند الدقائق والساعات التي تسبق ساعة الحقيقة أو تسبق ساعة الحسم المتمثلة في إقدام هشام على القيام بعملية الانتحارية، نلاحظ على أنه قبل يوم الانتحار بيوم يعني قبل القيام أو قبل يعني تحديدا يوم 12/8/2007 نلاحظ على أنه جاء بزوجته إلى مدينة الخميسات وترك سيارته بمرآة منزل والديه بنفس المدينة وناول شقيقة زوجته مبلغ 3000 درهم ومفاتيح السيارة وعاد بواسطة سيارة أجرة إلى مدينة مكناس بمنزله. طبعا قضى الليلة يعد العدة من أجل القيام بهذا العمل، استيقظ أو نقول على أنه صلى كما يقول صلاة الفجر وتناول فطوره وقرأ آية من القرآن وأعد المادة المتفجرة المتمثلة في مجموعة من أو في ذلك الصاعق الذي ربطه بقنينة غاز برتقالية اللون صغيرة ووضعها في حقيبة دهرية وحملها في الصباح على تحديدا على الساعة 9:30 وتوجه إلى ساحة الهديم تحديدا بالباب التاريخي باب منصور. نهار قرر ينفذ العملية ديالو دمرته لدارهم ووجد العدة وبدا كيصنع القنبلة. عبر استخدام مسامير ومواد كيماوية وبطاقة صغيرة لزيادة حجم التفجير الساك ديالو شد طاكسي ومشى في اتجاه ساحة الهديم فين قرر ينفذ العملية ديالو الإجرامية.
تبقى تما قالت في الساحه تيتسناو دابا يجيو مشي لهنا ويرجع ويدور دابا يجي الكار دابا يجي الكار جا واحد الكار ديال السياح مشى ليه ولكن لقى فيه واحد مجموعه ديال النساء نصرانيات كبار ما عجبوش الحال هو بغى شي حافله تكون كبيره اللي فيها الدراري الصغار والرجال الكبار وفيها الشباب وفيها العائلات وفيها كذا وتكونوا فيها السياح اجانب باش الضحايا يكونوا كثار. فعلا واحد الوقت جاء طلع النهار وصلت شي 10 الصباح تقريبا هو يشوف واحد الكار واحد الحافله جايه فيها التوريس عامره بالتوريس اي الحافله اللي بغى هو فرح 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 ومجد راسه وتهيأ والشهادة وزاد في اتجاه الكار جلس كيتسنى اللحظة المناسبة باش تجي شي حافلة ديال السياح ويطلع ليها ينفذ العمل ديالو الإرهابي اللي عزم عليه. توجه على أساس أن يفجر نفسه عند باب الحافلة بمجرد نزول السياح وقد امتدت يده بشكل عرضي إلى القاطع الذي يتصل بقنينة الغاز فتفجرت العبوة بشكل عرضي مما أدى إلى انفجار قنينة الغاز والأداة التفجيرية وأدى الأمر إلى إصابتي على مستوى يدي اليسرى بحيث بوترت يدي اليسرى وأصيب إصابة بليغة على مستوى جسده أو على مستوى سائر أنحاء جسده وسقط أمام الحافلة الأمر الذي أثار انتباه سائق الحافلة والمرشد السياحي والسياح الذين التقط بعضهم صور من باب الفضول لتلك الحادثة. توقف الكار ديال السياح ومشى هشام في اتجاهه باش يصعدوا ويفجروا لكن قبل خطوات من الوصول للحافلة تسمع ذوي انفجار تقديم قراءة حول نفسية هشام معنا الدكتور حسن حافظ العلوي طبيب نفساني أستاذ مساء الخير. مساء الخير. بداية نود يعني تعطينا واحد القراءة سيكولوجية حول نفسية هشام. فهذا هشام كان عنده اضطراب الشخصية استاذيان تخبل دا بيرسوناليتي وفين كيتجلى هاد الاضطراب العلامات ديال هاد الاضطراب هو كانت له شخصية ضعيفة هشة سهل التأثر كان غير راضي على نفسه كان غير راضي عن الوضعية ديالو الاجتماعية وكان كيعاني من مشاكل اجتماعية مشاكل عائلية خاصة مع الأب ديالو وكان شخص انطوائي كيحب العزلة كان كيعيش بدون هدف في الحياة فالريح اللي جات كانت كتشي كتديه يعني يتبع مهب الرياح ففي كتجلى هاد العلامات ديال الاضطراب الشخصية فهو كي قلنا عنده شخصية ضعيفة هشة سيتادير بيرسوناليتي فراجيل ايماتور سهل التأثر يعني انفلونسابل افيك اون انستابيليتي اما من ناحية انه كان غير راضي عن نفسه سيتادير كان عنده ان فيبل استيم دو سوا انساتيسفي مهما دار من تغييرات في حياته فما كانش راضي على راسه هذا الشيء كيتجلى في العمل ديالو ففي 2003 التحق بمديريه الضرائب بمكناس ولكن لاحظ باللي اصدقاء ديالو اللي كانوا معاه في المدرسه الحسنيه احسن منه ماديا ففكر انه يمشي يعمل في شركه خاصه مشى الشركة الأولى في طنجة جلس شهر ونص ولا شهرين رجع للمديرية ديال الضرائب مشى عاوتاني لكازا خدم في واحد الشركة بعد أشهر رجع للمديرية
هذا طبعا كيأكدني دائما الاعتزال انه انستابل وما عارف شنو باغي. السؤال ديالي الان هو ان هذا الشخص هذا طبعا هو مهندس دولة، مهندس دولة وضعتي نعم. داخل المجتمع، متزوج، عنده شقة، سيارة، نعم. يعني السؤال المطروح هو كيف لشخص بهذه المواصفات وبهذا الوضع الاعتباري انه يقوم بهذا العمل؟ نعم، كما قلت كون كان شخصية إيكيليبري، كون كانت شخصية متوازنة، ففي الغالب اللي كيتم استقطابهم من الجماعات الإرهابية هما شخصيات ضعفاء، فقراء، ناس فقراء اللي كيتم إغراءهم بالمال. ولكن في هذه الحالة ديال هشام فما كان خاصه خير، كان صالير مزيان، كان متزوج، له سيارة، فالناس كلهم في مكناس تعجبوا كيفاش أن مهندس يقوم بهذا العمل هذا. يعني هذا كده لأن كان قناعة إيديولوجية، كان فوالا قناعة إيديولوجية وشخصية هشة، يعني ما كانتش اون فورت بيرسوناليتي، يعني كي قلت أن كيتبع مهب الريح، يعني التيار اللي شافوا ولا لهذا كيتبعوا، يعني ما كانش اون فورت بيرسوناليتي سوليد ستابل. نعم، بترجع معك فقط، يعني لو نتصور مثلا الحاله النفسيه ديال هذا المهندس وهو غادي لساحه التهديم باش يفجر نفسه، قربنا شويه من الحاله السيكولوجيه. في هذا التراب اللي قلنا التراب الشخصيه وهذه العلامات اللي سبقنا قلنا، فكيكون عندهم من غير هذا الشيء كيكون عندهم اضطراب بما يسمى ان تروبل انكسيو، كيقدروا يديروا كآبه. ممكن في ديك اللحظه وفي ذاك الشهور الاشهر قبل ما يقوم بهذاك العمل، مادام ان كان عنده مشاكل في العائله ديالو الانطوائيه، يعني كان منعزل، يعني فور بروبابل كانت عنده كآبة، وممكن أن الخجل والقلق هو سبب باش ما نجحش في العملية. القلق، إن القلق كيعطي بعض لي سيمبتوم كالارتجاف ودقة القلب والاحمرار، فهو اللي جعل أن العملية ما نجحتش. يعني تفجر فاش فوالا فاش كان غادي الحافله باش يقيس الانتربتور وبداك الارتجاف، يمكن قاش السلك، قاس شي حاجه وانفجرت به قبل ما يوصل الحافله. هشام توترت حياته واختار نمط حياه اخر وفرضه على مراته. كان شخصية مهزوزة وحيرة. بعد ما كان واحد الراجل الدولة قراتك وخدماتك والخدمة ديالك مهندس دولة وعطاتك واحد الراتب محترم، اللي راه داك الراتب غادي هو دو باز كان عنده 12000 درهم، وبداك الزيادات اللي تيزيدوهم الديبلاسمون داكشي السيد غادي 20000 درهم، ودار دارو وجوج بنت خالو وسير سياره وضرب كل شيء في الزيرو كما تنقول. نعم سي عبد الخلاص، يعني السؤال ديالي، نعم، وحنا يعني دوزنا قضايا ديال الارهاب اللي تورطوا فيهم شباب كينحضروا من اسر فقيره، يعني ما عندوش مستوى دراسي كبير، احنا الان امام حاله ديال الشاب يعني مقبل على الحياه، خدام مزيان، الطوموبيل، الدار، ورغم ذلك قام بعمليه ارهابيه، يعني القراءه ديالك في هما هذا تيبين لينا، هذا الشخص بالضبط تيبين لينا، ماشي هذوك اللي ما لقاو خدمه ودوك الفقراء وداك الشيء اللي غيمشيو للارهاب. هذا من الناس اللي غنسميوه حنا زاخ، الزيغه، هذا غير الزيغه. ما تابع لشي قاعدة، دوك الإرهابيين اللي تيسمعوا بالقاعدة، ما تابع شي جماعة دينية اللي دفعاتو باش يدير هاد المشكلة هادي، ما
شي واحد عمر ليه راسه وخدمه وقال لي سير دير هذا الشيء هذا، لا هو هو بقى تيصوب راسه وبقى تيعمر راسه وبقى تيقلب على الكتب وتيقلب هذا وكتب ديال الارهاب ودوك صحاب الفتاوي ودوك اللي تيفتيو ودوك الفتوات اللي هما فيهم التكفير وفيهم التفرقيع وفيهم، هو بقى تيقلب سواء في الانترنت سواء في الكتب، هو بقى تيقلب هو بقى تيكون راسه، هو كون راسه ارهابي. هشام الشاب عاش حياة متناقضة ومتقلبة، اتخذ قرار خاطئ وحاول يقتل السياح دخلوا البلاد آمنين. لكن فقد دراعه وخدمته ومراته وداره وكل حياته. دي سؤال الآن يعني كان مثلا هشام كان ممكن يتراجع في ديك اللحظة مثلا قربنا من اللحظات الأخيرة؟ ما ظنيتش، لا ما ظنيتش، حيت كان مقتنع، كان إصرار، كان عزم، وكان مقتنع بالفكر ديالو، كان كيتسنى هاد اللحظة وكان كيوجد لها لمدة أشهر وأشهر، كان كيوجد باش وماكسيموم هذيك العملية تنجح. والغريب في الأمر أن 13/8/2007 النهار اللي قام به بهاد العملية هو تاريخ زيادة ديالو، فهو مزيود 13/8/1977 فنفس النهار لانيفيرسير ديالو قام بديك العملية. فهذا يمكن يمكن علميا ما لقيتش فين نشرحها، ولكن يمكن هو قرر أن هذاك النهار يقوم بالعملية الانتحارية. نعم أستاذ، يعني هل نحن بصدد واحد الحالة مرضية أو ربما هناك قناعة اللي ما نقدرش نفسروها ديال الشخص وإصراره على كاينين بجوج؟ كاين قناعة كي قلنا أن كان كيوجد لهذا الشيء لمدة أشهر أو سنوات، وكان اضطراب في الشخصية، الشخصية فراجيل كي سانفليونس رابيدمون وكي انستابل، يعني مهما أنه متزوج مهما أنه موظف وعايش ما خاصو خير قام بهذا العمل نظرا لهشة الشخصية ديالو وتأثير المرئيات داكشي اللي شاف وداكشي اللي قرأ في الكتب. يعني هذا كيدل أن الشخصية ديالو ضعيفة. نعم، الشق الآخر اللي غنتقلوا لي الآن هو يعني بغينا واحد القراءة في قانون الإرهاب عموما من خلال يعني القضية. أكيد أكيد، بالنسبة لقانون الإرهاب هو قانون 0303، المشرع المغربي أقر هذا القانون واعتبره جملة من الأفعال ووصفها بأنها إرهابية إذا جاءت في إطار مشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف. هذا التحليل أو هذه القاعدة منصوص عليها في الفصل الأول من المادة 218 وأيضا في الفصل الثالث من المادة 218. هناك أفعال أخرى تتخذ نفس الصفة ولو جاءت مجردة من هذا المشروع الفردي والجماعي، وهي ما نص عليه في الفصل الرابع والخامس من المادة 218. نجد بأنه بالرجوع إلى طبيعة الأفعال الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، نجد بأن التشريع الجنائي سبق وأن جرمها وعاقب عليها كجرائم الاعتداء على الأشخاص، كجرائم التزييف والتزوير، كجرائم السرقة، كجرائم التخريب والإتلاف والتعييب، وشدد فيها متى كان هناك اقتران بعملية إرهابية بحيث أن العقوبة تكون فيها أشد. بالتالي فجميع الصور الإجرامية المقننة تشريعيا من خلال قانون 0303 لا يمكن وصفها كأعمال إرهابية إلا إذا اقترنت وجوبا وشموليا بالعناصر التالية. هناك ثلاث عناصر: أولا
ارتباط الصورة الإجرامية بالمشروع الفردي أو الجماعي يستهدف المس بالأمن والأمن والنظام العامين. ثم ثانيا اعتماد عنصر العنف والتخويف والترهيب لتحقيق هذه الغاية. وأخيرا توافر النية الإجرامية لدى الجاني، لابد من توافر النية الإجرامية لدى الفاعل الإرهابي. نعم، وإلى أي حد هذه الشروط تنطبق في هذه القضية ديالنا اليوم؟ بالنسبة لقضية هشام نجد بأن النية متوفرة، نية تنفيذ العملية الاستشهادية متجلية من خلال الوقائع وملابسات هذه القضية، بأن عملية التنفيذ مرت بعدة مراحل. بدأ في التفكير، بدأ هناك مرحلة التأثير التي كانت عن طريق المشاهد المرئية التي كان يشاهد فيها الصور الاستشهادية التي كانت على مستوى أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق. ثم تجي مرحلة ثانية هو التفكير في تنفيذ هذه العمليات الاستشهادية على مستوى المغرب. وثالثا تأتي أن العزم والنية وهو عنصر الجوهري لقيام الجريمة في حد ذاتها. تمت متابعة هشام بتهمة تكوين عصابة إجرامية للإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وصنع وحيازة واستعمال المتفجرات ومحاولة الاعتداء عمدا على سلامة الأشخاص في إطار عمل إرهابي، وبذلك تم الحكم عليه بعقوبة المؤبد. وبالحكم ننهي هذه القضية، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله.